لم تمنعه الإعاقة في الخروج للمطالبة بحقوقه كمواطن جزائري. بلال من ذوي الهمم خرج اليوم بكرسيه المتحرك لإسماع صوته وصوت أقرانه الذين يعانون في صمت في ظل غياب سياسة تكفل حقهم كأفراد فاعلين في المجتمع. خرجت نطالب بالتغيير، التغيير اون جينيرال ماشي غير النظام، التغيير تاع كلش. الاهتمام بذوي الهمم أولوية يرى فيها بلال بضرورة توفير حياة أفضل لهذه الفئة وتقديم تسهيلات يستطيعون من خلالها أداء واجباتهم على أكمل وجه. الشيء المهم اللي نطلبه هو لي زاكسي، باسكو رانا نعانيو لي زاكسي، ما عندنا والو، ني سينما ني سال دو سبور، ما عندنا الاكسي والو غير الدروج، واللي نميت على الشيز غولونت هما الدروج. دونك راني نطالب شغل باش يكونوا ميم لي تخطوا، ميم الرصيف ما كاش مبقى، تلقى رصيف واحد في ارجي سونتر زوج. وبورتون كان الرئيس ديالنا زعما سو ديزون سور لا تشيز، انا كي مرض الرئيس قلت واقيلا دوك تسقم تاعك يولو كاينين لي زاكسي، مي شغل كيف كيف ما كان اكسني والو. وفي انتظار ايجاد سياسة شاملة للتكفل بذوي الهمم، يحاول بلال ايصال صوته للاهتمام بهذه الفئة وكسر حاجز التهميش الذي يعانون منه. جمال العربي للأخبار الآن، الجزائر.